داخل قبو أحد المنازل يتواجد برميل مغطى بشكل محكم، لا أحد يعرف كيف وصل إلى هناك ولا على ما يحتوي، فقط نوعيته تشير إلى كونه مخصص لمواد كيماوية خطيرة، إلى أن اكتشفه المالك عندما كان بصدد تنظيف القبو بعد أن قرر بيع المنزل، فتركه بجانب القمامة ليأخذه عمال النظافة. لكن وبعد أيام وجد الرجل أن البرميل لا يزال في مكانه، وقد تلقى رسالة من عمال النظافة الذين برروا خلالها عدم أخذهم للبرميل، فما كان من مالك المنزل إلى أن قرر فتح البرميل لتفريغه من محتوياته وبالتالي التخلص منه. لكن مع فتحه كانت المفاجأة الغير متوقعة التي جعلته على الفور يربط الاتصال برجال الشرطة. فما الشيء الخطير الذي اكتشفه مالك المنزل؟ ما علاقة ذلك باختفاء السيدة رينا ماركيان؟ وكيف سيحل لغز غامض بعد مرور عقود من الزمن؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. لكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدين الأعزاء إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. إن كنت تريد أن تحظى بمحتوى حصري ومشاهدة للفيديوهات قبل نشرها في القناة بل وحتى دردشة خاصة معنا، كن داعما لقناة وقائع وستستفيد من امتيازات عديدة. قم بالضغط على رابط الباتريون في الوصف أو الظاهر الآن في الشاشة وكن السبب في ديمومة قناة وقائع. نشكركم من كل القلب. شرع مالك المنزل المدعو رونالد في فتح البرميل الذي كان ثقيل للغاية بعد ذلك، وفي محاولة منه لإزالة محتوياته فقد تفاجأ بوجود حذاء نسائي قديم وكذا يد بشرية. هنا صدم رونالد من هول ما رآه وقرر الاتصال بالشرطة. تمكن رجال الشرطة من الوصول إلى عين المكان في ظرف دقائق معدودة، ولذلك للاشتباه في وجود جثث داخل البرميل. بعد الوصول إلى هناك أخذ رجال الشرطة البرميل إلى أحد مختبرات التحليل الجنائي، والنتيجة كانت صادمة، حيث ذكر في التقرير أن البرميل يحتوي على جثث لامرأة في أواخر العشرينيات من عمرها، بالإضافة إلى كونها من أصول لاتينية وشعرها ذو لون داكن. كما أشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يكون سبب الوفاة ناتج عنه بضربة على الرأس. كما أظهرت نتائج الفحص بالأشعة أن السيدة كانت حامل بذكر في شهرها التاسع. كما تم التعرف على الملابس التي كانت ترتديها والتي قيل أنها تعود إلى فترة الستينيات. خلال باقي أجزاء التحقيق أيضا تم العثور داخل البرميل على بعض مستحضرات التجميل وأجندة بها عدة أرقام هواتف، بالإضافة إلى محفظة تخص السيدة. كما أنه وبعد انتشال الجثة وجد المحققون سائلا أخضر في أسفل البرميل مغروس به خاتمان وقلادة وكذا ورقة شجرة بلاستيكية، فبدأت التحقيقات تأخذ مجرى مغاير حيث أصبحت هدف المحققين التعرف على هوية الجثة والوصول إلى الفاعل، وأيضا تحديد علاقة كل تلك الأشياء التي تم العثور عليها في البرميل بالجريمة. في البداية قامت السلطات بفحص الأجندة التي كانت تحتوي على مجموعة من أرقام الهواتف، ورغم أن الكتابة كانت غير ظاهرة إلا أن رجال الشرطة قد تمكنوا من إصلاح الأمر وبدأوا بالاتصال بكل الأشخاص الموجودة أرقام هواتفهم في الأجندة. في نفس الوقت كان المحققون يتحرون عن كل الملاك الذي سبق وأن عاشوا في ذلك المنزل قبل رونالد، كما توصل عملاء المختبر الجنائي، وهي أن البرميل الذي وجدت به الجثة يعود إلى سنة 1966 وقد صنع خصيصا لحمل بعض المواد الكيماوية الخطيرة. كما أضاف الخبراء أن المادة الخضراء التي تم إيجادها في أسفل البرميل هي مادة تستعمل في صناعة الأشجار والزهور وبعض الأغراض البلاستيكية، وأن تلك المادة قد تم توقف صناعتها في سنة 1971. كما تم التوصل إلى أن الطبعة أو العلامة الموجودة بخارج البرميل تشير إلى أن الشركة المصنعة للبرميل قد قامت بإرساله إلى شركة أخرى تحمل اسم ميروز بلاستيكس
الشركة التي يتواجد مقرها بالضبط بمدينة نيويورك، ولكن وللأسف تم التوصل إلى أن الشركة قد توقفت عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات من تاريخ العثور على البرميل. فاتجه المحققون إلى البحث في ماضي الشركة، وبعد أيام من التنقيب في الماضي فقد تم التوصل إلى اسم شخص معين والمدعو هاورد، والذي كان شريكا أساسيا في الشركة. والغريب في الأمر أن اسمه موجود ضمن قائمة أسماك ملاك المنزل الذي تم العثور على البرميل به، وقد كان أول من امتلك المنزل، وتم تحديد الفترة التي قضاها بالمنزل والتي تتراوح بين سنتي 1957 و 1971. وبعد التوصل بكل هذا الكم من المعلومات، فقد قام المحققون باستجواب الجيران المحيطين بالمنزل عن السيد هاورد وعن أي شيء يتعلق به لا يزال يذكرونه، ولكن لم يسفر التحقيق عن أي نتيجة. فانتشر الخبر وتم تخصيص رقم هاتف لأي شخص يمتلك معلومة ما قد تفيد في البحث. بعد أيام تلا ذلك، تلقى المحققون اتصالا من شخص لم يرد الكشف عن هويته، والذي أخبرهم بأن السيد هاورد كان على علاقة غير شرعية مع إحدى العاملات في الشركة التي يملكها. وأكد المتصل أن السيدة كانت من جنسية لاتينية، كما أكمل أن البرميل الذي شاهده أثناء عرض الخبر في مختلف وسائل الإعلام هو نفس نوعية البراميل التي كانت شركة هاورد تستخدمها. وبوجود كل تلك الأدلة، تم اعتبار هاورد متورطا في جريمة قتل السيدة التي وجدت بالبرميل. قرر المحققون حينها تكثيف البحث عن السيد هاورد وعما إذا كان لا يزال حيا. وبالفعل كان ذلك ما حدث، حيث ومن خلال السجلات تم الوصول إلى أن المعني بالأمر يعيش آنذاك بفلوريدا. فسافر مجموعة من المحققين إلى فلوريدا، وذلك لاستجواب هاورد، والذي قال أنه يعلم أي شيء عما يقولونه، وأنه رجل متزوج ولا يذكر شيئا عن ماضيه. فما كان من أحد المحققين إلى أن طلب منه أن يقوم بتسليمهم خلصة شعر أو شيء يخصه، فقد كان المحققون يريدون المقارنة بين الحمض النووي لهاورد وللجنين الذي وجد ببطن جثث السيدة. إلا أن هاورد رفض التعاون معهم، فأخبره المحققون بأنهم سيعودون إليه في الغد ومعهم أمر من المحكمة بإلقاء القبض عليه وأخذ عينة من حمضه النووي. ساعات قليلة بعد رحيل المحققين، اشترى هاورد مسدسا وأطلق النار على نفسه داخل سيارته المركونة بالمرآب. بعد الإعلان عن اختفاء هاورد انطلق البحث، وبعد ساعات تم العثور عليه ميتا في سيارته. فحصل المحققون على عينة من حمضه النووي من أجل اكتمال التحقيق، قبل أن يتم التأكد من أن الجنين الموجود ببطن السيدة الميتة وابن السيد هاورد. فتأكدت شكوك المحققين بأنه الفاعل الحقيقي في تلك الجريمة، غير أنه ولحين تلك اللحظة لم يكن المحققين قد توصلوا بعد إلى هوية الضحية التي وجدت في البرميل. فتوجهوا مجددا إلى استكمال الاتصال بالأرقام الموجودة بالأجندة التي تم العثور عليها بالبرميل، قبل أن يصل المحققون إلى أحد الأرقام التي ردت على الاتصال، وهو الرقم الذي كان يعود للسيدة كاسي صديقة رينا منذ فترة طويلة. ولحسن حظ الشرطة أنها لا زالت تقطن بنفس المكان، قبل أن يتوجه رجال الشرطة إلى منزلها لاستجوابها. وخلال تلك المقابلة أخبرت كاسي المحققين بكل ما كانت رينا تخبرها به عن صديقها، ومن بين المعلومات التي ذكرتها أن صديق رينا آنذاك كان متزوجا ولديه 3 أبناء، وهو ما دعم أكثر فرضية أن هاورد هو القاتل. خرج المحققون بتقرير حاولوا من خلاله شرح وتفسير ما حدث في تلك الليلة من سنة 1969، والذي كان كالتالي. فبحسب الشرطة، فالسيناريو المرجح هو أن هاورد فقد اتصل برينا وأخبرها بأنه يريد مقابلتها في المصنع للتحدث بشأن مسألة الحمل، وأن ما حدث بعد ذلك هو أن هاورد قد افتعل شجارا مع رينا وقام بضربها على رأسها حتى ماتت، ثم وضعها في برميل وأخذها إلى قبو منزله،
ثم وضع داخل البرميل تلك المادة الخضراء التي كان هاورد يستهف من خلالها. جعل البرميل ثقيلا جدا لأنه كان يخطط لأخذ البرميل بقاربه ورميه في المحيط، وبفعل الوزن الثقيل للبرميل فسيغرق وتنتهي مهمته. لكن ورغم ذكائه إلا أن هنالك شيء صغير لم يكن في حسبانه، هو أنه وبعد أن أخذ البرميل إلى منزله ووضع به المادة الخضراء فقد أصبح وزن البرميل حسب تقرير الشرطة ما يعادل 145 كيلوغرام. وبحلول يوم الرحلة إلى المحيط لم يستطع هاورد حمل البرميل، فقرر دحرجته إلى قبو المنزل وإخفائه عن زوجته وأبنائه. بعد حل لغز القضية تم تسفير جثث رينا إلى موطنها السلفادور، وتم دفنها هنالك. وبعد سنوات قليلة توفيت والدتها، وكانت وصيتها أن تدفن بجانبها. قبل وفاة والدتها قام أحد المراسلين الصحفيين الأمريكيين بزيارتها من أجل إجراء مقابلة معها. والغريب في الأمر أن والدة رينا قد صرحت للمراسل أنها وخلال كل تلك السنوات كانت تنتظر خبر وفاة رينا، والتي كانت تعلم أنها ميتة في مكان ما. والشيء الأكثر غرابة أنها أضافت أنها كانت تحلم بأن رينا محتجزة داخل برميل وتطلب النجدة. في النهاية تم إقفال ملف قضية اختفاء رينا ماركين بعد التوصل إلى هوية القاتل، كما أنه وبعد انتشار الخبر بشكل واسع فقد أثارت القصة غضب مجموعة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا قاطني مدينة نيويورك، والذين اعتبروا أن عدم اكتراث عناصر الشرطة آنذاك بالقضية وقت تبليغ كاسي عنها جعل هاورد ينجو بفعلته. ولولا ذلك الخطأ لكان هاورد قد تلقى عقابه الذي كان على الأقل سيصل إلى ما يقارب 30 سنة سجنا. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. منوعات العالم مضحكة ما شاء الله، قناة جميلة، استمر يا أخي، أخوك حمزة من اليمن، تستاهل 100 مليون مشترك بصراحة، قناة أحسن قناة شفتها في حياتي، صوتك حلو جدا ما شاء الله، مغربي حر، طريقتك لسرد القصة رائعة جدا كما لو أنك تعيش الواقع، واصل وأتمنى لك التوفيق لقناتك وأتمنى أن تصل المليون مشترك. المرجو قراءة تعليقي بصوتك الرائع يوسف من المغرب. ماجد أشميري، صباح الخير، إبداع ما شاء الله مقاطعك، أخوك من السعودية، وسمر يا بطل من أول الداعمين لك. الشاب ريان زداج، صراحة أعجبتني طريقتك في الشرح والله أحببت هذه القناة، جزائري مرة من هنا. لورنس أشميري، حقيقة أنت إنسان جدا مبدع، سردك للقصة تخلي المتابعين يدخلون، استمر يا بطل. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة نودعكم مشاهدين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة، في أمان الله. مشاهدين الأعزاء، يسرنا إخباركم أننا قد قمنا بإنشاء صفحة على موقع الفيسبوك لقناة وقائع، والتي تجدون رابطها في صندوق الوصف، نعدكم من خلالها بتقديم قصص ذات محتوى شيق ممتع كما عودناكم دائما، لهذا يشرفنا انضمامكم لنا والإعجاب بالصفحة. دمتم في رعاية الله أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك، موعدنا غداً.